تعالوا بقى نروح عشان نتابع مع حضراتكم اخر الاخبار واخر المستجدات في النادي الاهلي وفرقه المختلفه مع زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم المتواجده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنا صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعين. يا صباح النصر والسعادة عليكم يا كريم ويا نهواند وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بداية أسبوع جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناك ودايما هننقل كل أخبار النادي الأهلي فرقه الرياضية المختلفة وطبعا أنشطة اللجان. خلوني قبل ما أبدأ فقرة أخبار النادي أهنئ سيدات تنس الطاولة، يعني الحقيقة تتوجهم ببطولة العربية، يعني الحقيقة عملوا أداء كبير جدا وشرفوا النادي الأهلي ومصر كعادتهم حبة. طبعا أهنئهم وأبارك لهم وإن شاء الله مزيد من الإنجازات يحققوها. خلونا بقى دلوقتي نبدأ فقرة أخبار النادي وبالتحديد أخبار الفرق الرياضية المختلفة والفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيستأنف تدريباته بعد راحة سلبية لمدة 24 ساعة، طبعا كان منحها الجهاز الفني بقيادة مستر بيتسو موسيماني بعد مباراة المصري. زي ما قلت النهاردة الفريق هيستأنف تدريباته، تجمع الفريق هيكون الساعة 4 العصر على أن يبدأ المران في تمام الخامسة مساء. طبعا ده ضمن خطة الاستعدادات للمباراة القادمة اللي هتكون أمام الجونة يوم الثلاث في تمام التاسعة مساء. يعني المباراة هتشهد غياب اللاعب طاهر محمد طاهر بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة المصري. يعني بنتمنى لفريقنا كل التوفيق وإن شاء الله يفوزوا في مباراة الجونة. استكمالا الحديث عن كرة القدم، تم إعلان موعد افتتاح وختام كأس العالم للأندية اللي طبعا هيشارك فيه النادي الأهلي كونه بطل أفريقيا لعام 2021. المباراة الافتتاحية هتكون يوم 9 ديسمبر والمباراة الختامية يوم 19 ديسمبر طبعا في اليابان. يعني بنتمنى لفريقنا كل التوفيق، والحقيقة ان المرة دي طلب الجماهير هو الوصول للنهائي. يعني يمكن حصدنا الميدالية البرونزية اكتر من مرة، لكن المرة دي الطموحات اعلى وهو الوصول للنهائي. وطبعا رجال النادي الاهلي يقدروا يعملوا كده، يعني النادي الاهلي طبعا اعظم نادي في الكون ونادي كبير. كمان استكمال الحديث عن كرة القدم، أكاديمية النادي الأهلي فتحت فرع جديد في محافظة المنوفية أمس. طبعا الحقيقة شهد اليوم الأول اشتراك عديد من المشتركين، يعني تقريبا زاد عددهم عن 80 شخص ومن المتوقع أن يزيد العدد في الأيام القادمة. الأكاديمية بتقبل من 4 سنوات حتى 17 سنة، وطبعا أكيد بتقدم الحقيقة أعلى مستويات يليق باسم النادي الأهلي. كل اللي حابين يستفسروا أو يشتركوا في الأكاديمية ياريت يتواصلوا مع الأرقام اللي هتكون موجودة على الموقع الرسمي للنادي الأهلي. يعني ده فيما يخص أخبار كرة القدم. خلونا دلوقتي نروح للألعاب الأخرى، وزي ما انتوا قلتوا يا كريم ويا نهواند إن بعثة رجال كرة اليد بالنادي الأهلي غادرت المغرب أمس استعدادا لبطولة كأس الكؤوس. خلوني أقول لجميع مشاهدينا قائمة رجال كرة اليد. بيشارك مع الفريق محمد عصام الطيار، عبد الرحمن طه، عبد الرحمن حميد، عبد العزيز إيهاب، أحمد راضي، عبد الرحمن فيصل، مصطفى خليل، أسامة الجزيري، إسلام حسن، محمود نعمان، سيف هاني، محسن رمضان، مهاب سعيد، عمر خالد كاستالو، عمر سامي، إبراهيم المصري، أحمد عادل، وياسر سيف. يعني طبعا الفريق كان استعد بشكل جيد جدا لبطولة كأس الكؤوس، يمكن دخل في معسكر مغلق بالاسكندريه وخاض مجموعه من المباريات الوديه مع البنك الاهلي، سموحه، هليوبلس، الاولمبي، الطيران والزهور. وخليني اقول لجميع مشاهدينا انهم قدروا يفوزوا في جميع المباريات، يعني استعدوا قويا زي ما قلت لبطوله كاس الكؤوس، ان شاء الله يقدروا يحسموا البطوله لصالحهم. كمان رجال تنس الطاولة النهاردة هيكون عندهم مباراة أمام سار البحريني في نصف نهائي البطولة العربية في تمام الرابعة عصرا. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله هم كمان يقدروا يتخطوا عقبة نصف النهائي ويتأهلوا للنهائي ويفوزوا بالبطولة زي سيدات تنس الطاولة. أخيرا أخبار كرة السلة وشباب السلة الثلاثي عبد الله ناصر، مؤمن طارق، ومحمود وليد، تم اختيارهم عفوا في قائمة المنتخب في بطولة كأس العالم 3-on-3. طبعا البطولة بتقام في المجر يوم 24 أغسطس. يعني بنتمنى لمنتخبنا الوطني كل التوفيق وإن شاء الله يشرفوا ويرفعوا اسم مصر زي ما عودونا دايما. ده فيما يخص أخبار الفرق الرياضية. خلونا كمان ننقل لكم أخبار أنشطة اللجان ولجنة المرأة تحت إشراف اللجنة العليا للجان برئاسة طبعا المهندس وليد مبروك، وبالتعاون مع الإدارة التنفيذية بتعلن عن ندوة بعنوان التجارة
التجميل حكايه لازم تتحكي. الندوه هتكون يوم الاربعاء القادم هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره بالتحديد امام الشاشه الرئيسيه. الندوه هتبدا في تمام السادسه مساء وهتكون بحضور الدكتور عبد الناصر النجار استاذ ورئيس قسم جراحه التجميل كليه الطب بجامعه بني سويف. يعني طبعا ده بيثبت الحقيقه دور النادي الاهلي المجتمعي، يعني النادي الاهلي مش بس نادي رياضي، لا كمان بيشارك في المجتمع. هتكون ندوه مميزه، يا ريت كل اعضاء النادي الاهلي يحضروها. يعني دي كانت ابرز اخبار الفرق الرياضيه وكمان انشطه اللجان. العوده ليكم مره اخرى يا كريم ونهاوند في الاستوديو. كل الشكر ليك زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم، وطبعا مكملين مع حضراتكم سلسله اخبارنا. شكرا ليك يا هنا.